كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. واخا بديت لكم لا فيديو شويه معطل، المهم هذا العشيه تقريبا، هذه العشيه. فالمهم عتلات لي ماكينه الصبيط، طلعت هكا التصبيط للسطح بما ان ما كاينش الريح بزاف. المهم ما كاينش الريح هاد النهار، ما كاينش الريح ولكن كاين البرد. هاد النهار البرد والسما مغيمه عواله، لا اساس شي هرده ديال الشتا غادي يطيح، ويا ربي لما ترحمنا على قد النفع يا ربي امين. المهم نخليهم غير هكا شي شويه، ومن بعد شي واحد الساعه ديال المكانه اولا ساعه ونص ونهبطهم. الا بقاو شويه باردين غنديرهم لتحت في النشاره، سينو نشفوا لي راه غادي نجمعهم ونردهم بلاصتهم. وديجا عندي هكا ديال التصبيغ ساعه نمشي نطويه، ما كنحمش نطوي التصبيغ، ما كنحمش نطوي التصبيغ. قاعده شقه عندي هو انني نطوي التصبيغ، يعني شي حاجه هكا تصوبي ماريو طوي التصبيغ، المهم داكشي كيدوخ لي الراس ديالي. المهم عندي ما ندير. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير كي قلت لكم، وشكرا بزاف للبنات كاع كاملين 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 اللي خلاو لي لي كومونتير ديالهم لتحت في الصندوق ديال التعليقات منين عجبهم الصالون. ف انا اصلا عجبني الصالون وفرحانه به، وزدت فرحت منين كنزيد نفرح منين كنقرا داك التعليقات، زعما صراحه والله العظيم الا فرحتوني. الله يسهل عليكم حتى نتوما اللي باغا دير دويرتها الله يسهل عليها، واللي باغا تفرش الله يسهل عليها، واللي باغا توصل لاي حاجه عندها في مرادها يا ربي لما تحققها لها. غير هو البنات حاجه وحده غادي نقولها لكم، الصبر ثم الصبر ثم الصبر، ودائما وابدا كنقولها لكم من نهار حليت القناه ديالي، واللي متبعني من البدايات ديالي راه ديجا كانوا دي كومونتير في الفيديو ديال الصالون، فكانوا دي كومونتير اللي قالوا لي بدينا معاك من نهار رحلتي، يعني تصوروا متتبعات تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، من نهار رحلت ليومنا هذا هو متبع معايا يعني المراحل. فمن هنا كنوجه التحيه لكم ولجميع المتتبعات، ومرحبا بالناس كاملين اللي عاد ضافوا في القناه، شكرا على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم على اي حاجه كتخليوها لي. فاش غنقول لكم، من نهار حليت القناه وانا كنقول لكم الصبر، لان الصبر اذا ما كانش راه ما كاينش الحياه كاع. دائما كندوز لكم الميساجات ديال شي حاجه ديال الصبر، لان كي قلت لكم الا ما صبرتيش ما غتنالي حتى شي حاجه. فحاولي على اساس انك تصبري، حيت ربي من بعد غادي يسهل عليك، وحاشا واش ربي غادي يضيعك ابدا ابدا ابدا. واخا شتي يتبعوك يبغيو يحطموك يبغيو يطيحوك يبغيو يحفروا لك، راه هما هادشي كامل يقدو بحال ولا كاع ياديوك، يعني تقدي تكوني دايزه ماشي مشاكل ومشي ظروف ومشي حاجه، وتحسي براسك بانك في واحد الغمه، ولكن راه واش هما غيقدوا على الله؟ يعني قدوا لك انتين، ولكن واش غيقدوا على الله؟ حاشا. فاكيد ربي من بعد غيسهل عليك، وغادي يقبض، ربي غيقبضك وغيرفعك، غيرفعك واحد المسافه بعيده عليهم اللي ما هما براسهم غيتصدموا فيك، يعني غيقولوا عينا ما درنا نديروا لها ونديروا لها ونديروا لها، ولكن ما لحقناها بحتى شي حاجه. فالبنات راه الصالون ماشي قبض وجد دار، فهذه عماين بالضبط باش انا ساكنه في هاد الدار، عامين غادي نكملها ان شاء الله من دابا شهرين هكا باش سكنت في هاد الدار. وتصوروا البنات انا فاش سكنت في الدار، الا رجعتوا اليوميات اللي كنت كندير لكم شحال هذه اولا الروتينات، فداك الوقيته كنت كندير لكم الروتينات، وعندي الحرش والمرطوب في الحيط، يعني كيبان لكم الحرش كيبان لكم الحيط بانه فيه الحرش والمرطوب، مازال قريب مازال بحال هكا في السطح، شفتوا هكا اللي كاين في السطح، راه في السطح مازال ما درت انا لا باسطه لا والو،
يعني مازال ما صبغتش هكاك الدار كامله كانت عندي. ف يعني اللي متبعني من شحال هادي راه عارف. وداك الصالون كي قلت لكم هادي عامين تقريبا وانا ساكنه في هاد الدار، وهو كيف ما كان، كان قبل الكراج ومن بعد تهدم رجعته بحال شكل ديال الصالون، وخليت فيه الفراش ديالي القديم، وكان غير بحرش مرطوب. من بعد درنا له لاندوي، ومن بعد قديناه، ومن بعد صبغناه وهادي، وغير بوحديتنا يعني غير بوحديتنا كنتقاتلوا، راجلي انا بابا غير حنا بوحدنا اللي كنصبغوا. حتى الخير اللي ما كنا ما عمرنا ما صبغنا بها في حياتنا جربناها وصدقات، وصدقنا صبغنا الدار كامله بالخير. يعني شنو نقول لكم، القيطه بالقيطه كتحكي يحمل الواد. صبروا والله ربي حتى غيسهل عليكم من بعد. شتو راه واخا كي قلت لكم واخا يتبعوكم ويبغيو يحطموكم ويبغيو يديروا لكم اللي ما كاينش، راه ما ابدا 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 حاشا واش يقدو الله. فان ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا هو الميساج اللي نبغي ندوز لكم. فالله يحنن القلوب علينا كاملين، ويا ربي لما تسهل علينا، وان شاء الله الله يتنتم الله يسهل عليكم في اي حاجه كي قلت لكم. وعقب عليه حتى انا غادي ندير ان شاء الله الصالون الفوقاني اذا كتب الله. ومهم شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، ونخليكم معايا ندوز ان شاء الله العشيه مع بعضياتنا. يلا معايا ساكن معايا فارماسي. بالنسبه للفارماسي ماشي لافارماسي ديال الزنقه، فارماسي واحد الشركه ديال المكياج، كيبيعوا فيها بحال داك الشكل ديال اوريفلام افون مايواي بحال هكذاك. هذه هي داك الشركه ديال الفارماسي، كنت كناخذ منها قلم ديال فانسي كان كيدير شي 23 درهم بحال هكا. صراحه زوين ما كيسيح ما حتى شي حاجه. ومن بعد وليت فاش دخلت لذاك البريمور اللي في قلب منيليا، قلت ها هو وعسى غادي ناخذ واحد الكحول غادي نجربو، خديت جوج قلت غادي نجربوهم. ومهم صدق هو هذاك، ما صدقش ماشي مشكل اصلا، ما غاليينش، كيديروا جوج ديال الاورو يعني بحال نقولوا 20 درهم. فخديت هذا من عند اسونس البنات، ها هو خديت هذا من عند اسونس، يعني هنايا في مكتوبه اسونس، هذا اللي كيطلع هكذا شتيو، هذا اللي كيطلع هذا هو خديته بجوج ديال الاورو قلت لكم. والاخر اللي كيتنجر خديته حتى هو، ولكن هذا اللي هكا كيطلع احسن من هذاك اللي كيتنجر. بالنسبه لهذا كنديرو ما كيسيح ما حتى شي حاجه، حتى الاخر ما كيسيحش، غير هو الاخر مشيت جربته في عيني، درته واحد النهار وبحال عيني بدات كتاكلني. هادشي بغيت نقول لكم، وبقيت بحال ديرونجاني بحال كنشوف شويه الضبابه به، المهم ما ارتحيتش به. هذا لا، هذا الصراحه زوين بزاف وما دار ليه حتى شي حاجه، وما كيسيح ما والو،
والاخر اللي كيتنجروا اللي كنديروا بحال الشكل ديال الشرطه من الفوق، وهذا خلاص كنديروا هكذا ملي بغيتها كنكحل عيني كنديروا هكا فقد عيني. بالنسبه للبنات اللي كان باغيين يعرفوا القلم اللي كندير، شوفوني قبيله كنت كنطوي الغطاوات وجمعت البيض، لان الغطاوات هكذا كنحاول على من يومين يومين نطلعهم للسطح تضرب فيهم داك الشميشه الى خرجات ديال النهار قبل ما نشرط الصبيغ. قبل ما نشرط الصبيغ كنت عطيتي السفل والو، قبل ما نشرط الصبيغ كنت نشرهم هما باش تضرب هكا فيهم الهواء والشميشه، وعاد زولتهم مشيت حتى هما طويتهم زولتهم عليا وجمعت هكا داك البيض حتى هو كان مرون كيطلعوا بعد شي مرات تما البنات ويبقاو ينقزوا. ملي كنكون هكا في السطح كيبقاو ينقزوا فوق الفراش حتى كيخربقوا. شكون اللي بناتها ولا ولادها دايرين بحال هكا كيعجبهم داك الروسول ديال الناموسيه ويبقاو نقز. كنت بيت نعاس ديالي يديروا نفس الشكل، كنت في بيتهم يديروا نفس الشكل، وفيما فيما كنت نفس الشكل. الشبكه مطرطقه بالحوايج، نحاول على انني نطويها ان شاء الله. عرفتي ما غادي نرتاح من الربل، انا راني عايشه غير في الربل، عايشه والربل ما كيبغيش يتجمع كاع. مثلا هاد الشبكه نورمالمون راه ما خصهاش تكون هنا، هذه ماشي بلاصتها، ولكن لو كان الفراش مصوب والصالون وداك الشيء وكراه ما هذه ما يمكنش تجي لهنايا. دابا حيت الدار باقا خاويه وداك الشيء، فين ما كان شي بلاصه خاويه كنحاول انني انا نستافد منها. مع كانت الشتا واحد اليامات وداك الشيء، وانا عاوتاني ما كنتش كنقدر نطلع للسطح كنشر هنايا غير في قلب الدار، لان الدوج راكم عارفين كانوا ممنوعين عليا، وكنشر هنايا لان كاين الكولوندير وكاين الهواء، وحطيتها لهاد الجي. دابا ان شاء الله باذن الله الدار ما تقادت حتى تفرش عاد تقادد. هاد ان شاء الله هاد الشبكه هادي غنطلعها حدا باب ديال السطح بما الحمد لله حاليا راني صافا اللهم لك الحمد، واخا كنقدر نطلع ونهبط في الدروج وكلشي. غادي نحاول نطلعها لباب ديال السطح باش الا كان الشميشه عاد نخرجها، كان الجو مغيم والريح والبرد والشتا غادي نبقى نشر تما حدا باب ديال السطح. هادشي اللي غادي ندير، اما الا بقات هنايا الروينه ما كتجمعش. المهم غنحاول انني نجمع هاد الروينه هادي ونطلقها. نشرت الصبين دازت غير هكذا واحد شويه، المهم ما صورت لكمش، دازت هكذا واحد شويه شي على ما هبط طويت داك الصبين هبطت هنايا. المهم قديت شويه شدنيا او شو سميتو، وانا نقول صافي بركه على هذاك الصبين نطلع، خليته هكا واحد الساعه ما قال بركه نطلع. انا طلعت للسطح وانا لقيت يا لالا ويا لالا تبارك الله ما شاء الله شتي. الصبي كله بزق، كله بزق بزق بزق. عاد وليت عاد زولته كامل وخرجته، مشيت هكا قصو. المهم ما يصلحش انا عاد يرجع الماكينه باش يتعصر، لان ماشي فاز كاع كيقطر وانما فاز، يعني رجع عاوتاني فاز. وليت عاد عاوتاني نشرته في قلب الدار وانا جيت معاكم. ولكن كاين الموت ديال البرد تبارك الله الشتيوه، والحمد لله طاحت ماشي مشكل، واخا تصبني بزق ماشي مشكل، المهم طاح الشتيوه. هادشي اللي كاين باش اصلا هاد البرد ما يبقاش لنا فريمون القضيه، يعني بردات ديال بصح. المهم غادي نصوب معكم العشاء
بالنسبه لعشاء البنات واحد الحاجه واحد نقول نسميهم واحد الفطائر هما كيعيطوا لهم فطائر تركيه كنت كنديرهم شحال هادي. المهم بالنسبه اللي ما عندهاش الفران وهذا فكيطيبوا غير فوق المقله الثقيله يعني المقله اللي كنصوبوا فيها هكذا الملاوي او الحرشه ولا شي حاجه غير تما في كيطيبوا وكيجيو بنانين وخفيفين زوينين بزاف. هما دايرين بحال الشكل ديال الخبيزات معمرين ولكن الخبيزات كيتبطعوا هادو لا هادو كيبقاو هكاك ما كيجيوش مدقسين ما كيجيوش مبطعين وكيجيو رقيقين ولكن المذاق ديالهم كيجي بنين. وباي حاجه اي حاجه بغيتو باش تعمروهم عمروهم سواء كان بغيتو ديرو دجاج اولا لبن اولا الكفته اولا مثلا ديرو غير لي زيبينا والجبن يعني شنو ما بغيتي تعمريهم على كاين الاختيار. انا هنا يعني جبت الحوش وراها كطلق راسها باش هكا غادي نطيبها. وبالنسبه للمقادير اولا المكونات اللي غادي نستعمل في هذا الشيء كامل عندي هنايا شحال عندي خمسة ديال المكونات اللي غادي نستعملهم في العجينه. ناخذ شي معلقه هكذا باش نهز بعدا داك الزبده. المهم هنايا عندي المهم كل واحد على حسب العبار ديالو على حسب الناس اللي معاه في الدار يعني اللي غياكلوا هذا الشيء. انا هنايا يقدر يكون عندي واحد جوج ديال الزلايف ديال الفورس غادي ندير قبيصه ديال الملحه غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز وغادي ندير معلقه كبيره ديال سنيده وغادي ندير معلقه كبيره ديال الزبده. هذا هو هادشي اللي غادي نستعمل في العجينه. العجينه غادي نديرها تعجن لي في العجانه غادي نخليها تعجن لي مزيان اللي بغات تعرك بيديداتها دير سبور في هذا البرد باش تسخن شويه. ومن بعد مور ما غادي تعجن غادي نخليها تخمر حتى تخمر ويضاعف الحجم ديالها وداك الساعات عاد غادي نقدر نكون منها كويوراس باش نطلقهم ونعمر هذيك هاد لي كريب هادو التركيين اولا هاد الفطائر. بالنسبه فاش غادي نخليها تخمر يعني ملي طفالي الماكينه ونخليها تخمر داك الساعات غادي ندوز باش نصوب الحشوه وفي الحشوه اكيد غادي نقول لكم عاوتاني شنو غادي ندير فيها. صافي فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. يعني اول حاجه غادي ندير الفرص هو الاولاني. نسيت ما قلت لكمش الحليب ضروري يكون دافي الحليب اللي غادي يجمع لكم هادشي. ما نقدرش نقول لكم القياس بالضبط ولكن المهم اللي غيجمع لكم هادشي يعني ما حيت تقولوا هادشي باش غيتجمع. نسيت ما قلت لكمش غادي ندير شويه ديال الملحه وغادي ندير كذلك سنيده. قلت لكم تكون هكا معلقه كبيره وغادي نديرو كذلك معلقه كبيره ديال الخميره لان دابا الجو بارد هكا كنصيف نديرو غير معلقه صغيره ولكن دابا الجو بارد نديرو معلقه كبيره. ونديرو واحد المعلقه كبيره ديال الفرن ديال الزبده صافي. دابا كي قلت لكم غادي نمشي اول حاجه غادي نديرها في العجانه غنخليها تعجن لي باش يتخلط هاد العناصر كامله هنايا اللي كاينه تخلط مع هذيك الزبده وداك الساعات عاد غادي نبقى كنضيف الحليب يكون دافي قطيره بقطيره قطيره بقطيره حتى تجمع لي ومن بعد نخليها تخمر ونرجع. ديت واحد البصيله اللي قطعتها هكذا شرائح كيف ما كيبان لكم ودرتها هكا مع شويه ديال الزيت نباتيه هكذا باش غير طيح لي واحد شويه تحمر وغادي نضيف عليها داك الساعات لادن اللي هكذا مقطعه طريفات صغيورين على هذا الشكل هذا. هنايا كيف ما كتشوفوا الماكينه سالات لي بالعجينه
ودرتها هنايا في واحد الغطير ودرت لها هكذا سلوفان باش ترجع يرجع لي هذاك السخونيه ديال الحليب، ونخليها تخمر واحد شويه بما توجد لي هذه الحشوه وتبرد، داك الساعات نبدا كنعمرهم. بالنسبه لهذا الشيء مازال غادي نضيف عليه الكفته، المهم هنايا غادي ندير شويه ديال الملحه هكذا، غادي ندير شويه ديال الفلفله حمراء، وغادي ندير الابزار، وكذلك شويه ديال الكمون. صافي نخلط هذا الشيء مع بعضياته، على ما نحسب هذاك لادان بدا كيدخل له الطياب، داك الساعات غادي نضيف الكفته. صافي دابا غادي نضيف كي قلت لكم هنايا الكفته، غادي نحاول انني نهرسها واحد شويه. صافي اصلا الكفته هي التاليه كاع، حيت هي دغيا دغيا تطيب، ما كتاخذش كاع الوقت بزاف، شي 3 دقائق ماكسيموم كتكون طايبه. ندير شويه ديال المعدنوس، صافي ونخلط كل شيء. بالنسبه للبنات نسيت ما قلت لكمش، ديروا واحد الدريس ديال الثومه، واما ديروا هكا واحد القبيصه ديال الثومه بودره اللي كان متوفر عندكم، ديروه ديرو. وخلاص اللي باغي يزيد التوابل مثلا التوابل بحال ديال التوابل ديال الكفته اولا شويه ديال الزعتر ولا المهم على حسب كل واحد ولو قول لي كيبغي ياكلو، الا بغاو يضيفوا داكشي ضيفوا، انا غنخليها هكا عاديه المذاق اللي كنعرفوه ديال بحال الباناشي. شي على ما كتطلق الماء ديالها داك الكفته، ومن بعد كنخليوها تشحر هكذا وما كيبقاش كاع الماء، كيولي غير داك اللدان اللي طاب فيه البصله وداكشي. صافي داك الساعات كنطفي عليها، دابا غادي نطفي عليها، غادي نخليها تبرد لي لان ما يمكنليش نديرها هكذا فوق العجينه، اول حاجه غتشوطني انا، ثاني حاجه غتشوط العجينه، دونك غادي نخليها تبرد واحد شويه. بالنسبه للعجينه ديالي كيف ما غايبان لكم هنايا راها ها نتوما راها شو سميتو خمرات، يبان لكم هنا اصلا راه بحال السلوفان باغي يطرطق، راها خمرات وكلشي، ولكن غادي نزيد نخليها واحد شويه غير بما هذا الشيء يبرد لي، وهي اصلا غير غنكون منها هكا داك الكويورات في البلاصه، يعني غادي نسرحها ونبدا كنعمر، ومن بعد من التعميره نيشان غنبدا كنطيب فيهم لان ما كيوليوش عاد يخمروا مره وساليت وشديت يعني ساليت الهضره، مشيت باش نشد لا فيديو وانا كنلقى راسي كنصور غير الهواء والريح، يعني سحب لي بركت على الريك وما بركت ما على والو.
المهم ماشي مشكل نعاود من الاول. كي قلت لكم شفتوا معايا الطريقه كيفاش درت لهم. من بعد ما كنقبطوا العجينه كناخذوها كنكونوا منها هكذا واحد الكويورات، من بعد هكذا كنطلقوها بالدلاك كنديروا فيها كميه ديال هذيك الحشوه. اكيد تزيدوا عليها نتوما اذا بغيتوا فرماج اولا مثلا الزيتون اولا مثلا ديروا شي شويه تما ديال الخس، المهم شنو ما كنتو باغيين ديروه ديروه. ومن بعد كنشدوا عليها وكنطيبوهم سيغ بلاص فوق المقله الثقيله كي شفتوا معايا ديال الحرشه اولا ديال الملاوي. ولا ما كتاخذش بزاف الوقت، كتكونوا واقفين قدامهم اصلا كطيبوا الاولى وانتم راكم كتصوبوا في الثانيه عاوتاني، يعني خصكم تكونوا واقفين قدامهم بالضبط دغيا دغيا كيطيبوا. وهنايا حليت لكم هنايا وحده قبيله باش تشوفوها زعما ساعه ما تسجلاتش داك المقطع هانتوما كيف ما غايبان لكم هنايا. كي قلت لكم كتجي العجينه رقيقه ما كتجيش مبطعه ولا غليظه، وكتجي مفشفشه ها هي كيف ما غتبان لكم في الجناب، كتجي مفشفشه وطايبه ما تخافوا منها، لا تكون مدقسه لا تجي حاجه. وكتجي اهم من هادشي كامل هو انها بنينه بزاف، وخصوصا هادو كيصلحوا انكم ديروهم خصوصا العشاء، لان راكم عارفين العشاء غير الحدوره كديروا شي حاجه كندوزوا بها وصافي، سواء كان مع اتاي سواء كان كنتو بغيتو ديروهم مع صوبه اولا مهم شنو ما باش ما بغيتو تاكلوهم. كيجيو البنات بناني كنتمنى على انكم تجربوهم، واذا كنتو ما كتعجبكمش هاد الحشوه الداخلانيه بامكانكم ديروا اي حشوه كي قلت لكم، ولا بغيتو هذه بامكانكم تزيدوا عليها الفلفله تزيدوا خيزو، المهم نتوما تبتكروا في الحشوه الداخلانيه. وهنا وصلت للتالي ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم تهلاو في راسكم، تنطلقوا ان شاء الله الفيديو الجاي ما تنسونيش اللايكات ديالكم. باي باي.